اللي بتحكي المشهد النهاردة البطلة نفسها، بنت في بداية العشرينات بتقول إنها عاشت طفولة صعبة جداً. بتقول والدها كان عنيف معاهم جداً وكان دايماً بيتخانق مع والدتها ومعاهم على أي حاجة، وكانوا بيخافوا من وجوده في البيت. والدتهم كانت عايشة على المهدئات علشان تعرف تعيش، على طول مكتئبة بسبب المعاملة الجافة. وبتقول لما كبرت ودخلت ثانوية عامة تعرفت على بنت ظروفها زي بالظبط، عايشة حياة صعبة زي بالظبط، قربنا من بعض وبقينا بنتحرك على طول سوا وبنصبر بعض، لحد ما في يوم صاحبتها عرضت عليها إن هم يخرجوا مع مجموعة من الولاد. قالت لها عشان نخرج من الهم اللي احنا فيه، بدل الحياة اللي احنا عايشينها لا فيها لحنية ولا فيها طبطبة، ويمكن الشباب دول يحبونا ويمكن يتجوزونا، ونبعد عن التعب ونبعد عن بيوتنا. فبتقول وافقت لأني نفسي ألاقي أمل، وكنت مستنية أشوف أحن واحد فيهم ونفسي يحبني من أول مرة أقابله. وفعلا واحد من الشباب أكبر منها بثمان سنين اهتم بيها جدا وبقى بيسمعها وكان حنين معاها جدا، وبعد سنة من الحب والعلاقة يعني والتواصل الدائم وبقت هي خلاص بتطمن له وبتحبه جدا، طلب منها ان هي تصور له نفسها عشان يشوف جمالها، وهي وافقت لانه وعدها انه بعد شهور هيخطبها، وكان نفسها ترضيه، خايفة تخسر العلاقة دي وخايفة تخسر الحنية دي. وبعد فترة بدأ يقول لها ان انا غيران عليكي جدا من ان انا اقابلك في الشارع وتقعدي معايا قدام الناس، عايزة أقابلك في بيتي. وبدأت تروح له في الأسبوع مرة واثنين وثلاثة. الأول كان بيتجاوز تجاوزات بسيطة جدا، يمسك إيدها وعموما اطمنت له، وبعد فترة من زيارتها ليه في البيت سلمته نفسها وفقدت عذريتها. والأزمة الكبيرة والمشهد اتعقد جدا لما الولد ده بعد كام شهر توفى. بتقول كنت في ذهول مصدومة، بتقول أنا فقت على صدمة لم أكن أتخيلها في حياتي، هو أنا إزاي عملت كده؟ هو أنا عقلي كان فين لما سلمت نفسي؟ أنا إزاي أستحق أعيش بعد اللي أنا عملته؟ أنا عمري ما أستاهل واحد كويس، وعارفة أن ربنا عمره ما هيرزقني واحد كويس بعد اللي أنا عملته في نفسي. صراع مؤذي متعب عند كل بنت محرومة عاطفيا من أهلها. البنت بيكون عندها جوع عاطفي، نفسها تلبي رغبات نفسها، فبيبقى عندها صراع، أتمسك وأفضل صبرة على عفتي ولا أسلم نفسي الولد يديني حنية وحب ويعوضني الجفاف اللي عشته مع أهلي. صراع صعب وقاسي جدا، وربنا يكون في عون كل بنت عايشاه. والمشهد تعقد جدا لما الولد تجاوز معاها وضيع عليها عذريتها وتوفى. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ليه البنت خسرت الصراع وسلمت نفسها؟ البنت مش عارفة هي محتاجة ايه، مش فاهمة أصل مشكلتها، مش مدركة إن اللي ناقصها حب صادق
وعاطفة صادقة مستمرة، مش عاطفة مدفوعة الأجر، لأن هي مهما قدمت من تنازلات هتتنازل بعد كده عن إيه؟ هي محتاجة حد بيحبها بصدق، مش عايز منها حاجة. والشيطان طبعا فرصته يصور لها إن دي الجنة، ضحي بنفسك وتنازلي وخلي الولد اللي قدامك عنده مساحة من التجاوز معاكي، يمسك إيدك يحضنك ويتمادى عشان تاخدي منه حب. فكرة خاطئة. ربنا قال عن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يفضل يمسك نقطة ضعف الإنسان ويفضل يضحك عليه ويكذب عليه ويغره لحد ما يقع في الحرام.